لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. مجرم مختفي تنديد راسي يدوس بإطلاق سراح قيادي يا إخواني. يدعى أبو مجرم مخفي لا يكاد خطاب للرئيس التونسي كالسعيد يخلو من التحذيرات حول السرطان الإخواني الذي ينخر في جسد بلاده. الرئيس التونسي أكد خلال زيارة بدنية له منطقة جبل الجلود أنه لابد من حل بالأشعة وبالكيماوي للقضاء على الخلايا السرطانية الموجودة داخل الدولة لضرب الوطن والتأكيد بالوطنين. وقال الرئيس كالسعيد لابد من محاسبة هؤلاء أمام الشعب التونسي وتطبيق قانون خاص على اللوبيات التي تعبث بالوطن. كالسعيد ندد كذلك بإطلاق سراح مجرم متخفي على مجموعة وثائق تتعلق بالاغتيالات التي شهدتها تونس خلال السنوات الأخيرة في إشارة الإخواني حطاب بن عثمان الكاتب العام للنقابة أعوان وإطارات العدلية. وأشار الرئيس التونسي قيس سعيد إلى أن هذا الشخص حصل على قطعة أرض في المحمدية ضواحي العاصمة وأموال تبلغ قيمتها 300,000 دينار ما يعني 100,000 دولار. وجه قيس سعيد دعوة للقضاء إلى تطبيق القانون قائلا لو سرق مواطنا عاديا علبة سردين سمك لوقع سجنه في الحال. وحذر من أن خراب شمل الدولة التونسية في كل مجالات شددا على ضرورة تحميل المسؤولية لجميع المسببين في هذا الخراب ومحاسبتهم مهما كان مواقعهم. وخلال زيارته لموقع بناء مركز التكوين المهني في العاصمة قال سعيد هذا المركز كان من المفترض أن تنتهي أشغاله في سبتمبر ويعد مثالا من بين الأمثلة عن الخراب في كل المواقع. وتابع عن وجدت إشكالا قانونيا أو مشاكل مع المقاول كان من الضروري حلها لكن هذا المركز بات مثالا حيا على من يحنون إلى مزيد من التخريب. ومضى الرئيس السعيد في هجوم بقوله على أموال موجودة ولكن هناك إرادة لتعطيل أي مشروع للخروج من الوضع الذي تردينا فيه. وشدد على ضرورة تحميل المسؤولية لكل جهة لم تكن بمسؤوليتها تجاه الشعب متعاهدا بمتابعة كل الإخلالات وكل مسؤول يتحمل مسؤوليته مهما كان موقعه. لا تراجع للوراء وستتواصل الثورة حتى تحقيق أهدافنا. وأقال الرئيس التونسي كيس سعيد وزير التشغيل نصر الدين النصيبي.